كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للنصف الأول من العام 2021، معلنة عن تقريرها نصف السنوي، مسلطة الضوء على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان. وبينت الهيئة في تقريرها النصفي أنها تمكنت من استعادة وكشف ومنع هدر قرابة 5 مليارات دولار وربع تريليون دينار عراقي، وإحالة 1775 متهما إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى ضبط 247 متهما في 497 عملية ضبط بالجرم المشهود.